اهلا بيكم متابعينا في حلقه جديده من برنامج ضغط عالي وحلقه استثنائيه. شركه اتصالات شهيره تتسبب في حادث اليم لدكتوره ايمان احمد فهيم. هتحكي لنا النهارده تفاصيل الواقعه كامله، ومش شركه اتصالات بس، ده كمان جيرانها متآمرين. اهلا بيك يا دكتور ايمان. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله كويسه. في البدايه بس احنا حابين نعرف من حضرتك ايه هي كان سبب الوقعة او ايه اللي حصل بالظبط؟ حضرتك، اتنين من الجيران عندي بيني وبينهم مشاكل. انا عندي يعني فيلا في التجمع الخامس. طيب. بعت الواحد منهم شقة، كسر الحيطة الفاصلة بين شقته وبين شقتي عشان ياخد شقتي. طبعا القضية دي لسه موجودة دلوقتي في نيابة التجمع الخامس. بعد كده حضرتك جار تحت يبقى قريب اللي هو الشخص اللي فوق، اللي ده فوق هو اللي كسر الشقة، اللي كسر الحيطة علشان ياخد الشقة بتاعتي اللي جنبها. وطبعا دي اعتداء على حيازة، ورحنا النيابة والموضوع لسه دلوقتي في نيابة التجمع الخامس التحقيق فيه. الجار ليه برضو قريبه تحت برضو مشاكل بقى بخصوص ان بنته كانت عايزه تتجوز ابني وابني مرضيش، قصه كده يعني. فبدات يعني ايه، اما لقت ان هو هي راحت اتجوزت كل حاجه، بس برضو لقته بقى قرا فاتحه، وبدانا يعني نخطو خطوات، بدات تتجنن، بداوا يعملوا المشاكل دي متحدين مع قريبهم اللي يعني فوق. الموضوع بدا من الجيران. من الجيران. كنا يوم جايين انا وابني يعني بالليل راجعين، كنا عاملين شكوى ضد بنته في مباحث الانترنت لانها طلعت تشتمني على الفيسبوك انا وابني، وتهزقنا. فروحنا عملنا لها ونزلت لها قضيه اليومين دول، واخدت حكم فيها في المحكمه الاقتصاديه. حضرتك لقينا باباها ومامتها واقفين، ومعاهم يعني ناس معرفه برضو، وهي واقفه بس هي ما اشتركتش. واقفين ومامتها طالعه لي مش عارف حاجه كده، آلة في ايديها وحاجه يعني ضرب. كل ده بسبب ان كان هي عايزه ترتبط، او باباها عايز يخليها ترتبط بابنها. هي اللي كانت عايزه، هي واهلها. تمام. وابني ما رضيناش، يعني مش احنا اللي مرضنا، هو مش عايز يعني. ما فيش نصيب يعني، عادي كل واحد ليه اسباب. شيء عادي يعني. المهم بعد كده هو واقفين، لقيته منعنا من دخول الفيلا، واقف مستنيني على الباب ومنعني من الدخول. وبصيت لقيت شويه وبداوا ضرب ضرب ضرب. طبعا عملوا لي اصابه جامده في وشي وفي عيني. عملتي محضر بالكلام ده؟ منع حضرتك من الدخول بسبب ايه؟ يعني بيقول لي انت ازاي بتشتمي بنتي؟ قلت له انا ما شتمتش بنتك، ده بنتك اللي على الفيسبوك شتمه، بدليل ان انا راجعه دلوقتي من مباحث الانترنت وعامله لها محضر ونزل لها دلوقتي واخدت حكم. تمام. فبيتكلم هو، كان انا كنت فاكره ده كله ان هو يعني هي خناقه عاديه. طلع بقى اثناء طبعا عادي مثلا في الكلام او كده. لقيت طبعا مراته جت، واللي هي الست اللي واقفه كمان، واحده جوزها، لقيت ضرب ضرب ضرب، ضربوني، عملوا لي مشاكل طبعا في عيني وضرب في وشي والكلام ده، اصابه جامده. بعد كده هو رحنا، وابني بيحاول يحوش عني، وهو بيحوش عني بيشدوه عشان يعني يكملوا ضرب عليا. وهم بيشدوه قامت اتقطعت، لابس شنطه كروس، قاموا بيشدوه منها كده، قامت الشنطه اتقطعت. طيب. وقام الراجل حدفها جوه شقته. الشنطه اللي اتحدفت دي كان فيها بقى متعلقات ابني كلها. فاحنا كنا فاهمين ده كله ان هم ده جايين بيضربونا عادي. طلع بقى بعد كده وما احنا اكتشفنا ان هم مش كده، ده هم داخلين عشان يسرقوا الشنطه عشان يعملوا بيها المشاكل اللي يعني عملوها. دي كانت مدبره. مدبره. تمام. هو كاتب بيقول في المحضر انا كنت قاعد مستنيها لغايه ما جت عشان اعاتبها، بس العتاب كان شديد يعني، بآلات وبايدين، ويعني عتاب قوي يعني. هو كتب كده في المحضر، كاتب في المحضر. بس محدش فكر ان هو يبلغ او يتصل بالبوليس او حاجه زي كده؟ لا، احنا جرينا على الاسم، احنا وهو جري كمان على الاسم. تمام. وعملنا محاضر لبعض، وطبعا انا ودوني اتكشف عليا وكده، وطبعا اتكتبت الاصابات ونزل له اليومين دول جنحه سرقه، وطبعا ضرب والكلام ده كله لمراته كده يعني. تمام. المهم ده كله طبعا الكلام ده كان يوم 16 يناير 2023. تمام. بعدها بكام يوم كده، لما يعني انا بس فقت من الضرب ده، ابني راح جري عمل بطاقه رقم قومي جديده، لان الشنطه دي اللي هي الكروس اللي اتسرقت كان فيها بطاقه الرقم القومي بتاعه ومفاتيح وفلوس وحاجات كده، والاي دي بتاع الجامعه الامريكيه. يعني اصلا هم خدوا الشنطه، حضرتك ما خدتيش حتى الشنطه تاني؟ لا، ما خدناش الشنطه. واثبتنا او اثبتنا في المحضر سرقه الشنطه والكلام ده كله بالكاميرات. طبعا بالكاميرات وكل شيء، وشهاده شهود، كان في 2 شهود موجودين يعني.
تمام. المهم بعد كده هو احنا فاهمين ده كله انها عادي ضرب وقصه يعني طبعا فيها السرقه، بس يعني مش ما كناش فاهمين الابعاد الكبيره ان هي هتوصل لكده او هو ده اللي في دماغه. يعني يا ريتها جت على الفلوس اللي اتسرقت والحاجات دي، يا ريت يعني. بعدها حضرتك هم عملوا محضر؟ بعدها بقى حضرتك ما احنا عملنا محضر بسرقه البطاقه وحضرتك، وعملنا بدل فاقد. فوجئنا حضرتك بعد كده هو في شهر في اخر 23 في شهر 10 بداوا حضرتك يبعتوا لنا نيابه التجمع الخامس ان تعالوا علي مطلوب، ابني مطلوب. جرينا حضرتك نشوف علي مطلوب لايه، لقيت حضرتك بعد ما اخذوا البطاقه راحوا اشتروا بيها شريحه من شركه المحمول اللي هي في مول 7 ستارز اللي جنبينا في التجمع جنب المحكمه. اشتروا شريحه حضرتك وبداوا يرسلوا لنفسهم رسائل صور جنسيه وتهديدات، وكان ابني بيبتزهم ماديا، طالب مش عارف منها هي 150 الف ومن اللي هو الشخص اللي فوق ده 200 الف جنيه والا مش عارف هينشر لهم الصور دي والكلام يعني ده كله. يعني هم خدوا صوره البطاقه جابوا بيها خط جديد. لا مش صوره البطاقه، خدوا البطاقه وجابوا بيها خط جديد وابتدوا عن طريق الخط ده يبعتوا لنفسهم رسائل ابتزاز. ايوه. طب ازاي الشركه بتاعت المحمول بتدي بطاقه، بتدي شريحه لحد من غير اللي هو الشخص مش في البطاقه؟ حضرتك ده اللي احنا بنقوله، ازاي الموظف يشوف ان معاه بطاقه والشخص اللي قصاده مش هو الشخص اللي في البطاقه وبعدين يديله شريحه؟ هل ده يعقل يعني؟ اكيد لا طبعا. ده يعني طبعا يعني اي حد فاهم هو ده حصل ازاي، يعني مش عايزه ذكاء يعني. المهم بعد كده اخذوا الشريحه دي بداوا يبعتوا بقى لنفسهم الحاجه، وبعد ما بعتوها جريوا تاني يوم عملوا محضر، محضر في مباحث في الانترنت. الكلام ده كان بعد قد ايه من وقت الواقعه اللي حصلت وخدوا الشنطه وهكذا؟ السرقه كانت 16 يناير 2023 تمام، والمحضر عاملينه في شهر مايو 2023 بزارة. والبطاقه اللي هي الشريحه اللي اشتروها دي اشتروها في شهر ابريل 2023 وبعتوا لنفسهم، وبعدها بعد بداوا يبعتوا يعني مره واثنين وثلاثه، وبعدين راحوا بقى عملوا المحضر في المباحث. طبعا لما عملوا المحضر المباحث بداوا يبحثوا، لقوا طبعا ان الشريحه متسجله في شركه المحمول باسم ابني برقم بطاقته بكل شيء. بصوا لقوا لما بداوا يشوفوا اللوكيشن اللي اتبعت منه، فلقوا طبعا ان هو مبعوت من الفيلا. بس لحظات في فرق توقيت، يعني حضرتك بتقولي ان هو استخرج بطاقه جديده. ايوه. يعني البطاقه الجديده بسيريال نمبر غير اللي موجوده ايوه غير اللي موجوده في اللي اشترى بيها الخط او اللي اشتروا بيها الخط. ايوه. ما هي بتتكلم، ما قدرتوش ان انتوا تثبتوا حاجه زي كده في وقت سريع؟ ما هو انت عايزه تثبتي، اما رحنا النيابه فطلبنا ان احنا عايزين ضروري تجيبوا لنا اصل العقد من الشركه تمام علشان نستكتب ابني عليه، لان ده مش امضته واحنا ما اشتريناهوش، وان لو جه اصل العقد هيبقى مرفق بيه البطاقه. حضرتك لما بتشتري شريحه بعد ما بتكتبي العقد بيتعمل له سكانر على السيستم بالظبط، وبيتعمل سكانر لصوره البطاقه يعني صورتها ملونه تمام. يعني فحضرتك لو عملوا كده كنا هنلاقي ان البطاقه دي اللي مسروقه اللي متبلغ عنها، وطبعا سيريال نمبر مختلف عن البطاقه الجديده. يعني كان في تعسف من شركه رفضوا الموبايل او شركه أيوة. المحمول عموما ادعوا في محضر رسمي في نيابه التجمع، قالوا حضرتك ان احنا العقد الورقي فقد من عندنا. طيب هو التعسف ده لان الجيران حضرتك ليهم ناس مثلا في الشركه دي، ولا ده علشان تكاسل من موظفين؟ لا هي ما اسمهاش تكاسل، يعني حضرتك فاهمه انك انت لو جبتي العقد فهيستكتب ابني ويطلع مش امضته، فلما يطلع مش امضته دي هتبقى بالنسبه عشان يعود الضرر على الموظف اللي عمل الموضوع ده على الموظف وعلى الشركه، يعملوا الشركه أيوة. مشكله تمام. ايوه. احنا لما لقينا كده لما عرفنا القصه قبل ابني ما يروح النيابه رحنا للشركه في القريه الذكيه طبعا وحكينا لهم الموضوع، كانوا عايزين طبعا يتاكدوا هو امضت ابني ولا مش امضته تمام. فخلونا نكتب شكوى، طبعا ابني ما بيعرفش يكتب عربي كويس يعني انا اللي كتبت الشكوى، ولغايه ما وصلنا للامضه قالوا لي انت بقى الامضه لازم نيجي نقف وابنك بيمضي، بس انت اكتبي مش مشكله. انا كتبت وجينا ساعه الامضه جم وقفوا مضوا ابني مثلا حوالي 5 6 مرات تمام. فطبعا انا عرفت ان هم بيمضوه علشان يتاكدوا من التوقيع
ان هو مخالف او هو بالزبط. لو طلع توقيع ابني هيجيبوا لنا العقد، ما هو ابني هيلبس، لكن لو طلع مش توقيع ابني يبقى هم هتحصل لهم مشكلة. يبقوا يداروا العقد. فراحوا في محضر رسمي، حصل لهم مشكله فيداروا العقد، لكن مش ثبتوا براءه شخص. لا 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 لا، القصه دي مش موجوده تماما، لا الحمد لله دي ما لهاش وجود. طبعا ابني لو كانت حكم عليه كان اخذ 7 سنين في كل قضيه، ما تفرقش معاهم ان انسان مظلوم انهم يخربوا بيته ويدمروا له حياته ومستقبله، القصه دي مش فارقه معاهم. وطبعا بناء على كده دلوقتي بنرفع قضيه، بعتنا انذار اللي هو الجهاز القومي تنظيم اتصالات ووزير الاتصالات ان يلغي لهم الترخيص بتاعهم ويسحب الايزو منهم، وبنرفع قضيه دلوقتي في مجلس الدوله لوقف الايزو وسحب الترخيص، وهبعت للشركه الام بتاعتهم في انجلترا علشان يعني توقف لهم الترخيص بتاعهم وتعرف ايه اللي بيجرى عندهم في الشركه في مصر. مشكله بسيطه، او مش هنقول مشكله بسيطه، تكاسل موظف هيدمر حياه اسره كمان. لا هو مش تكاسل، حضرتك فاهمه يعني، يعني خلينا نقول ان هو تكاسل، خلينا مش هينفع نقول حاجه تكاسل ماشي، هو كده بيدمر، هيدمر اسره كامله، بيدمر هو اسره. حياه قلتي مستقبل شاب، حضرتك ابن حضرتك مهندس. أيوة. مش في مصر، ده في انجلترا. تمام يا دكتور، ايه اللي تم بعد كده؟ حضرتك بعد كده طبعا جم، جه من واحد من عندهم من الشركه، حد من الشؤون القانونيه، وقال ان العقد الورقي فقد، قال كده في محضر رسمي في نيابه التجمع الخامس، العقد الورقي فقد، وبالنسبه للعقد الا على السيستم فهو مثبت ان هو اللي عامل، لان اسمه وعنوانه وكل شيء وبطاقته، فخلاص هو اللي عامل، ده هم اللي بيقولوا. طب نقارن البطاقه القديمه بالجديده؟ لا وقت ما القديمه مكتوب على السيستم، يعني هي اتكتبت على السيستم. طب هاتوا العقد، العقد فقد، خلاص فضلنا بقى بالمنظر اللي هو ده. ابني طبعا خلاص كده مفيش اي اثبات للبراءه. طبعا نزلنا على محكمه الجنايات في جنايتين، ما هو انت خلاص بقى طبعا. طبعا لقيت الوضع بالشكل ده، حد يعني قالوا اعملوا محضر في اسم الشرطه، عملنا محضر في اسم التجمع، راح نيابه التجمع علشان محضر تزوير، بنقول ان الشركه زورت حد يعني او ساعدت في ان واحد ياخد شريحه مش بتاعه ابني، ده يعد كنوع من انواع التزوير، زوروا لنا شريحه. اكيد. طبعا عملنا الكلام ده، الموضوع ما اتحركش يعني كان واقف. فجريت على اسم شرطه كرداسه، عملت المحضر، تاني يوم كان في نيابه كرداسه، كان مدير نيابه انسان محترم جدا اسمه مصطفى بيه عنوس يعني ربنا يبارك له، على طول بعت للشركه قال لهم يا تجيبوا لي اصل العقد، يا تجيبوا لي العقد اللي على السيستم مرفق بالبطاقه اللي تم صورتها. كويس جدا. تمام. ردوا حضرتك يعني حاجه عجيبه الشكل، جابوا حد من الشؤون القانونيه قال لا لا لا، العقد الورقي فقد والعقد اللي على السيستم كمان فقد، اصل احنا كنا بنعمل تحديث للبيانات، واثناء ما كنا بنعمل تحديث للبيانات فقام العقد وقع. اي شركه كبيره هتعمل تحديث هيكون في باك اب، ده طبيعي. يعني حضرتك انا مش عارفه بقى تبقى انت حاصله على الايزو ازاي، يبقى انت وزير الاتصالات ازاي سايبينك، يعني انت رخصتك بقى يعني دي ساريه ولا رخصتك دي مش نافعه بعد كده؟ يعني ولا ورقي ولا على السيستم، ما فيش عندنا اي بيانات عن اي حاجه حضرتك. طيب هو انا عقد ابني الوحيد اللي وقع، ما دام انت كنت بتعملي ابديت والعقود وقعت، عقد ابني بقى الوحيد اللي وقع ولا مصر كلها ما انت بتعملي لها ابديت فالعقد تقريبا العقود اللي عليها مشاكل هي اللي وقعت. اللي عليها مشاكل هي اللي وقعت. بعد كده حضرتك طبعا برضو مصطفى بيه ده بعد بقى الملأ يعني الاجابه بتاعتهم كده، بعت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال لهم يا تجيبوا لي العقد الورقي يا تجيبوا لي العقد اللي على السيستم. تمام. حضرتك يعني طبعا كانوا واقفين جنبي، على طول حضرتك راحوا جابوا العقد من الشركه، يعني حضرتك بقى يعني بعد ما قالوا ان هو مش موجود قدروا ان هم يجيبوه، جابوا العقد كويس. الجهاز القومي جاب النيابه يا عليا. أيوة. يعني لما طلع قرار من النيابه، لما طلع من نيابه كرداسه جاب العقد وختموه الجهاز القومي. تمام. وطبعا جابوا معاه صوره البطاقه اللي هي اللي تم استخراج العقد بيها، وبعتهم هما الاثنين. طبعا اما جالهم بقى في نيابه كرداسه لقوا ان الموضوع ده حصل في التجمع الخامس في اللي هو مول 7 ستارز الفرع بتاعهم، فده يبقى دايرته التجمع، بعتوا جري الحاجه على نيابه التجمع الخامس. مش عارفه اقول لحضرتك نيابه كرداسه دي كانت بتجري عشان تنقذ ابني. انا مش متخيله المشكله الكبيره، علشان في البدايه
ان ابن حضرتك رفض يرتبط بالبنت دي يعني بس. لا ما هو رفض يرتبط، واللي فوق هيك ان هو كسر كان عايز ياخد شقتين. لا يعني بعيدا عن دي، يعني خلينا بنتكلم في الاساس يعني ده نصيب في الاول وفي الاخر. بس هو اللي فوق برضو اذاها، يعني اللي فوق اذاها واللي تحت اذاها، هما الاثنين اتفقوا عليها. ده سيدنا محمد وصى على سبع جار. على فكره سياده المستشار، ما انا هكمل لك، سياده المستشار بعد كده لما ابني نزل محكمه الجنايات في جنايتين كان نازل عند ياسر بيه الاحمداوي وحسن بيه فريد، هما الاثنين حضرتك حسن بيه فريد كتب بيقول انا مش متخيل شميت ريحه كريهه جدا، كاتب كده في الحكم لما شفت قريت الحكم، مش متخيل الكيديه، مش متخيل ان جار يعمل كده في جاره، ان النبي يوصى على سابع جار. كاتب برضو ان اظن ان يعني التحقيقات لو كملنا اكتر شويه التحقيقات ليها يعني ليها وجهه ثانيه يعني أكيد. طبعا الوجهه الثانيه حضرتك فاهمه مين اللي عامل يعني. المهم حضرتك طبعا نزلنا بقى محكمه طبعا ابني استكتبوه، جاء تقرير ابحاث تزييف وتزوير ان هو مش امضته حضرتك، حتى كمان من ضمن ان اللي ماضي مستواه يظهر التعليمي اقل كتير يعني، بحيث ان هو يعني خط ركيك شويه. ده كان يعني بعد 8 شهور يا دكتور من ايوه من المعاناه في المحاكم والكلام ده، وابن حضرتك اتسجن فيها 8 شهور. ايوه يا فندم. كان بيتجدد كل فتره. ايوه حضرتك هو كان بيعمله تجديد في المحكمه. ايوه حضرتك طبعا يعني حياته وده اثر على نفسيته بعدين طبعا. اكيد نفسيته وشغله مره ان هو الشغل بتاعه توقف منه، وكمان احنا انفصل عن العمل طبعا فاتفصل حقيقه، احنا حياتنا اتدمرت يعني حضرتك متخيله. طبعا هم بيفتكروا ان طبعا دلوقتي في نيابه التجمع في تحقيق بقى بخصوص موضوع التزوير اللي حصل من الشركه ان ازاي ان تتباع شريحه لحد باسم واحد تاني ويستغلها. في موضوع تاني برضو يعني محضر جديد اتعمل عملناه بخصوص حضرتك ازاي ان الشركة يعني بتحاول تخفي الادلة، يعني الشركة بتخفي الادلة علشان تحمي الموظف بتاعها وتحمي نفسها، بالرغم ان احنا يوم ما رحنا لهم لما قلنا لهم هاتوا العقد قالوا طب يعني لابني لازم تتنازل عن انك ترجع علينا بتعويض، قلنا لهم احنا عمرنا ما طلبنا تعويض، ما دلوقتي حضرتك ما احنا خدنا حضرتك براءه بقى لنا فتره، احنا ما رفعناش تعويض، وحضرتك كنوز الدنيا مش هتعوضك على اللي جرى. اكيد. فحضرتك قالوا يعني اكتبوا لنا تنازل، قلنا لهم هنكتب لكم. يعني كل ده وفي الاخر حتى مش عايزين تطلبوا تعويض. لا ولا اقل رسمي. ساعتها ساعه ما حصل وتاكدوا انها مش امضت ابني وكتبونا خلوه يمضي قصادهم، قالوا له طب خلاص احنا هنديكوا العقد بس اكتب لنا تنازل ان انت ما ترجعش علينا بتعويض بعد كده، قلنا لهم مش عايزين تعويض انتوا بس يعني هاتوا العقد في النيابه. قالوا طب خلاص امضوا دلوقتي انكم متنازلين وبعدها باسبوع بقى نبقى احنا نوديه النيابه. وعملتوا كده؟ لا طبعا المحامي قال لي اذا كويس. كان هم عملوا ده كله صح. يعني سلم واستلم. قال لهم طب ليه ما رفعتيش بقى بعدها قضيه تعويض؟ هي حضرتك فاهمه ان كنوز الدنيا ما تعوضكيش، انا لو كنت عايزه ارفع تعويض كنت رحت رفعت في المحكمه الاقتصاديه. أوكي. احنا كل اللي عايزينه ان الموظف بتاع شركه المحمول حضرتك لازم يتعاقب، ان التحقيقات تستكمل وكده، التحقيقات تستكمل ويطلع المتهمين الاصليين. طبعا الموضوع في اموال عامه، هم دلوقتي اللي بيعملوا التحريات عشان يجيبوا القصه بالظبط والموضوع، كل واحد ياخد عقوبته، هو ده الشيء اللي يرضيني. طبعا زائد الشركه بقى فيها اخفاء للمعلومات كلام من ده، دي لازم تاخد. ما ينفعش شركه موبايل كبيره تقول ان السيستم بتاعها وقع وفي نفس الوقت كان تقول العقود الورقيه مش موجوده، وعارفين ان انسان هيتسجن خلاص، ده واحد على حافه الهويه بالظبط. يعني المفروض احنا عايزين نسبه براءه شخص مستقبله بيضيع، كل اللي همهم اتنازلي عن الفلوس. قلت لهم طيب. احنا مش عايزين فلوس، انا ما طلبتش، ما هو انا كنت رفعت لو عايز، انا ما طلبتش، انا مش عايزه فلوس، انا عايزه الحق. عايزين كل واحد. اللي تم يا دكتور بعد اثبات البراءه؟ طلعنا براءه. اثبتوا البراءه ازاي يعني؟ كانت ايه اخر خطوات؟ موضوع الاستكتاب اللي جه البتاع ده، هو نستكتب العقد طلع مش امضه ابني فخلاص انتهى. بالنسبه لموضوع ان هو اللي قالوا تحريات المباحث اثبتت انه اتبعت، ما هو اتبعت عشان هي اللوكيشن في نفس الفيلا. تمام. فهم فاهمين ما هو طبعا العقد باسم ابني واتبعتت من الفيلا تبقى احنا، لكن دلوقتي العقد طلع مش بتاعنا متزور علينا وطلع حضرتك، يبقى مين بقى اللي باعت يعني؟ وابن حضرتك خرج براءه. خرج براءه في الاثنين الحمد لله. جيرانكم
عملتوا ايه معاهم او وصلتوا لايه او هم عملوا ايه؟ لا هم لان اكيد مش هيسكتوا برضو طالما هم حاطين في دماغهم ان هم يأذوا مش هيسكتوا. لا ما هم دلوقتي طبعا مخضوضين لان فاهمين ان في تحقيقات تمام. فالتحقيقات دي لو الموظف مثلا قال حاجه لو يعني في تحقيقات في في اموال عامه ما هو تخافي افرضي الاموال العامه قدروا يعرفوا الحقيقه يعني ما تعرضوش ليكم خالص. لا 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 ما كانش في اي تعرض هدين ما فيش اي وانا ماليه الفيلا 10 كاميرات مراقبه علشان يعني لو حصل اي شيء شايفين الكاميرات في كل مكان يعني 10 كاميرات وجايبه كلب حراسه ويعني خلاص بقيت مظبطه نفسي يعني واصلا ببيع الشقه ببيعها وماشيه اللي حضرتك قاعده فيه يعني الفيلا كانت بتاعت حضرتك وبعتي الدور اللي تحتيك واللي فوق ايوه وهم اللي هيمشوكي من الفيلا وهم اللي هيمشوكي لا وبيع الناس تانيين بس ناس تانيه ناس كويسه في امان يعني ما مش بيعملوا حاجه زي اي جيران الناس كل واحد في حاله يعني احنا كلنا في حالنا ما شفتش البلطجه غير يعني شرفتينا يا دكتور واتمنى كل شركات الاتصالات شركه محدده ان هي تراعي ربنا في الموظفين اللي بيكونوا موجودين في الشركات تراعي ربنا في موضوع السيستم وفي موضوع العقود الورقيه ويبقوا على درايه اكتر بالحاجات السيفتي يعني اتمنى انتظرونا في حلقه جديده من برنامج ضغط عالي مع علياء الهواري وحلا المنشاوي.